والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليك يا علم الهدى. الحمد لله المبدئ المعيد المغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه وهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ورخب في ثوابه ورخب من عقابه، ولله الحجة البالغة، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. إخوة الإيمان، الخطبتنا اليوم هي وصف أهل الجنة والنار. وصف أهل الجنة والنار. إخوة الإيمان، إن الذكي الفطن من تزود من دنياه لآخرته ولم يبع آخرته بعرض من الدنيا، فالناس يوم القيامة قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، فهما داران ما للناس غيرهما، فانظر يا أخي ماذا تختار لنفسك. فالجنة أعدة للمؤمنين، والنار أعدة للكافرين، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طعام أهل الجنة كما قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وكما كان عزا وجل: قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الغالية. أما الطعام أهل النار فكما قال الله جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شجر كريه المنظر كريه الرائحة، وثمره كريه طعام، وكما قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يخلي في البطون، كالمهل يخلي في البطون كخلي الحميم. وكما قال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إخوة الإيمان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا يستوي شراب أهل الجنة وشراب أهل النار. فأما أهل الجنة فإنهم يسقون من رحيق، وهي عين في الجنة مشوبة بالمسك بإناء مختوم عليه بالمسك، وممزوج فيه من تسنيم، وهي عين في الجنة رافعة القدر. قال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجهم من تسنيم. وأما أهل النار فشاربهم الماء المتنائي في الحرارة. قال تعالى:
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساكا. والحميم هو شراب المتناهي في الحرارة، والغساق ما يسل من جلود أهل النار تسقيهم إياه الملائكة العذاب. فتقطعوا أمعاؤهم، نعم فتقطعوا أمعاؤهم. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إخوة الإيمان، ولا يستوي لباس أهل الجنة ولباس أهل النار، فأما أهل الجنة فثيابهم الحرير وسندس والاستبرق. قال تعالى: عاليهم أي فوقهم ثياب سندس، أي ثياب رقيقة من الدياج وهو الحرير، خضر واستبرق وهو ما خلظ من الديباج، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأما أهل النار فثيابهم من نار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إخوة الإيمان، لا تستوي هيئة أهل الجنة وهيئة أهل النار، فأما أهل الجنة فإنهم على سورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا طول في عرض 7 أذرع، 7 أذرع حسان الوجوه يشبهون يوسف الصديق في الجمال. وأما أهل النار فإن الله يزيد في أحجامهم ليزدادوا عذابا حتى يكون ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أخد وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. وكلما أنضجت